هلا بالنسبه لاستجابه الحدود، كما هو معروف احنا بكل نقطه حدوديه او بكل معبر حدودي لدينا مركز صحي يقدم خدمات الرعايه الصحيه، خدمات اللقاح، خدمات الصحه الانجابيه، خدمات للامراض المزمنه، خدمات الاسعاف. يعني في حالات قد لا يتم تدبيرها بالمركز وتحتاج الى نقل الى المشافي، هذا ما تقوم به النقطه الطبيه الموجوده في المركز الحدودي. كأحصائيات حتى الآن تم التعامل مع 217 حالة كعدد تراكمي، طبعاً هدول الحالات اللي تم تقديم إلها الخدمة الصحية في المركز، منها 24 حالة ناجمة عن عدوان الإسرائيلي واحتاجت إلى النقل مباشرة إلى مشافي دمشق لأنها تحتاج إلى خدمات تخصصية نوعية. في حالات تم نقلها مشفى الإخلاء الأول والأقرب إلى هذه النقطة هو مشفى الزبداني، كما هو الحال في محافظات حمص، طرطوس، ريف دمشق ودمشق. كافة المشافي بحالة جاهزية تامة لاستقبال الحالات التي تتطلب نقل إلى المشافي. هذه النقطة مزودة بسيارات الإسعاف على مدار الساعة بكادر كامل، بطبيب، بكادر فني كامل لتقديم كل ما يلزم. هناك أيضا مركز خدمات مجتمعية لدى الهلال الأحمر يقدم الخدمات المجتمعية من حيث الثبوتيات، الأوراق. هناك عيادة متنقلة تقدم خدمات للفحوص والاستفسار وتقديم الدواء عند الضرورة. تحت مظلة مديرية صحة ريف دمشق تعمل جمعية تنظيم الأسرة أيضا كمان من خلال عيادة متنقلة، وتم تنسيق هذا الموضوع من خلال غرفة عمليات محافظة ريف دمشق لتقديم كل ما يلزم للإخوة العائدين أو إضافة إلى الأشقاء اللبنانيين. كان هناك توجيه من السيد الوزير بتقديم كافة الخدمات بشكل مجاني 100% للعائدين.